نرجع تاني للتهنئة، حيث هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة، وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نحتفل اليوم بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه ليعيش مرفوع الرأس موفور الكرامة. كل عام وحضراتكم بخير.